رمضان التوبة والصدق، رمضان الهمة والسبق، وأنا المشتاق لنفحته إن صم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله سبحانه جل في علاه، قد اكتمل النصاب وقاربنا على انتهاء كتاب الصيام من عمدة الأحكام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. جزاكم الله خير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الفريد، هذا الرعيل الذكي النقي، كانت لهم همم كالجبال، وكانت قلوبهم قد تشبعت وتشربت بحب الله جل في علاه، وامتلأت إيمانا وشوقا إلى رؤية وجه الله جل في علاه، وإلى المسارعة إلى رضا ورضوان الله جل في علاه. أرأيت همة هذا الصاحب الجليل
الذي قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تمنى، فقال أتمنى مرافقتك في الجنة، همة كالجبال لا يريد أن ينزل عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك، أو غير ذلك، قال لا هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. من صور مسارعة هؤلاء إلى الخيرات والتنافس في ذلك الخير، لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الإنفاق، جاء عثمان يضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضع ثانية ثم ثالثة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أبو بكر عمر كان ينافسه في الله، لما استنهض واستحث الأمة على النفقة أيضا، أتى عمر بن الخطاب بنصف وبشطر مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني، فأثنى عليه خيرا. فجاء أبو بكر يسارع في الخيرات ويسابق ووضع ماله كله، فقال ما تركت لأهلك؟ فقال تركت لهم الله ورسوله، فأثنى عليه ثناء حسنا خيرا. فقال عمر بن الخطاب والله لا أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر. وأيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى الرؤيا وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم العبد، ابن عمر نعم العبد، قال نعم العبد لو كان يقوم من الليل، فكان ما ينام من الليل إلا قليلة، همم كالجبال. عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كانت القصة فيها بعض الضعف لكن الأصل صحيح، أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي بين أظهرهم بالجنة وقال يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، والمرة الثانية يخرج نفس الرجل، والثالثة يخرج نفس الرجل، ذهب يستقصي ما الذي يفعله حتى يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي بين أظهر الناس. فهذه همم كالجبال. وأيضا صاحب قصتنا اليوم هو عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يسارع في الخيرات، فأراد أن يصوم النهار كله ويقوم الليل كله ولا ينام، بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة به بيّن له كيف أفضل الصيام وكيف أفضل القيام. لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها، قالوا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما الأول فقال أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك من رغب عن سنتي فليس مني، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم علم عبد الله بن عمرو بن العاص إن كنت تسارع في الخيرات، إن كنت تريد مرضات الله جل في علاه، إن كانت هذه الهمة التي تمدح عليها، فأفضل شيء أفضل شيء لك هو أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر، فإن يوما بعشرة أيام، وبهذا أكون اكتمل لك نصاف الشهر، فالحسن بعشرة أمثالها. فقال عندي قوة فوق هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم اثنين وخميس هيكون أكثر من ثلاثة أيام من الشهر، قال عندي ما هو أقوى من ذلك، عندي قوة أفضل من ذلك، قال إذن صم يوما وأفطر يومين، قال أقوى على ما هو فوق ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، فقال إني أطيق فوق ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء فوق ذلك، أو قال أفضل الصيام هو صيام داود أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. هذا مجمل ما كان من أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يبين لنا الهمة العالية، همة كالجبال تسارع في الخيرات تريد مرضات الرب جل في علاه، وأيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الأشياء أفضل العبادات على الإطلاق هو صوم داود. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود، أو لا صوم فوق صوم أخي داود، هذه المسألة هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أفضل الصوم هو صوم داود. طيب من زاد عنه هل يقبل ولا ما يقبل؟ هل يحرم ولا ما يحرم؟ هل هو على الجواز أم لا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أفضل الصيام وأكمل الصيام وأجود الصيام عند رب الأرض والسماوات هو صوم داود عليه السلام، خبرا وإنشاء. أما بالإنشاء عندما علم عبد الله بن عمرو بن العاص، وطلب عبد الله الزيادة فلم يزده النبي صلى الله عليه وسلم، ما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم له في الطلب، وبين أن هذا هو أفضل ما تصبو إليه أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. المسألة تتعلق بهذا الباب، طب من زاد عن ذلك صام وسرد الصيام هل يصح صومه ولا ما يصح صومه، وهل هو دخل في باب الأفضلية أم لا؟ أولا بالنسبة لباب الأفضلية ما دخل في باب الأفضلية، من سرد الصوم لم يدخل في باب الأفضلية، لأن المسلم بيّن أنه لا أفضلية فوق هذه الأفضلية، أن تعلم وتستشعر وتحس نعمة الله جل في علاه عليك في الفطر وأيضا في الصوم،
تصوم اليوم ثم تفطر الغد، فإذا صمت اليوم شعرت بالجوع وشعرت بالفقراء وأيضا رحمت الناس، فإذا أفطرت أيضا استشعرت نعمة الله عليك بالطعام والشراب، وأنه لو منع عنك ذلك ما استجلبت رزقا إلا إذا أعطاك الله إياه. فهذا فيه نعمة عظيمة جدا، تشعر بالفقراء يوما وتشعر بنعمة الله يوما. اليوم الأول تصبر واليوم الثاني تشكر، والدين بأسره على عبادتين، عبادة صبر وعبادة شكر. وأنت عندما تكون شاكرا لربك جل في علاه فقد ارتقيت، وعندما تكون صابرا أيضا فقد ارتقيت، فلا فضل فوق ذلك، فلا فضل فوق ذلك. والأمر الثاني، هل يصح الصوم، سرد الصوم أم لا؟ أقول سرد الصوم على حالتين. الحالة الأولى سرد الصوم دون توقف حتى في الأيام المنهي عنها، أيام الأعياد وأيام التشريق، يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق، فهذا السرد لا يصح فيه الصوم، لا يصح فيه، لا يقبل فيه الصوم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الأبد، ما صام من صام الأبد، أو قال لا صيام لمن صام الأبد، وفي رواية قال ما صام ولا أفطر. ما وجهت هذا القول؟ ما معنى هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من صام الأبد، لما سأل عن صيام الأبد قال ما صام ولا أفطر، هو صام بل وأفطر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في من صام الدهر ما صام ولا أفطر؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الدهر ما صام ولا أفطر؟ ما معنى ذلك؟ أحسنت، ولا فض فوق. هذا النص الصحيح الذي قال ما صام حكما ولا أفطر حقيقة، حكما ما صام، ما كتب عند الله صائما، ولا أفطر حقيقة، ما أصابه الجوع والعطش وهو لم يكتب عند ربه جل في علاه صائما، وما أفطر حقيقة يعني ما أكل ولا شرب، ما أكل ولا شرب. فقال صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الأبد ما صام ولا أفطر، هذه فيها دلالة أن صيامه لا يصح، وده الراجح الصحيح إذا صام الأيام المنهي عنها أن هذا الصيام لا يعتبر ولا يعتد به ولا يكون صياما عند ربه جل في علاه، فيقال فيه ما صام ولا أفطر. الحالة الثانية أنه يسرد الصوم إلا الأيام المنهي عنها، فهذا يصح لكن مع الكراهة، يصح مع الكراهة لأنها تضعف الإنسان، أو قل هو يصح وخلاف الأفضل وخلاف الأولى، لأن مسلم قال أفضل الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأما من صام الدهر فإنه غير آم المنهي عنها فإنه قد خالف الأفضل وخالف الأولى. لكن ما الدليل المجيز على صيام الدهري اللي هو سرد الصيام إلا في الأيام المنهي عنها؟ لو أخذنا بظاهر الحديث لا يجوز، لابد أن يصوم يوما ويفطر يوما، أما إذا سرد الصوم فنحن نقول لا يجوز، يجوز مع خلاف الأولى. ما الدليل المجيز مع أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يومئ إلى أنه لا يجوز لا يصح؟ يا محمد من هو حديث حمزة الأسلمي عندما سأل سلم إني رجل كان يصوم دائما يصوم الدهر إلا الأيام المنهي عنه، قال أنا أسرد الصوم فهل أصوم في السفر؟ فقال إن شئت أصوم وإن شئت فأفطر. وجه الدلالة أن سلم لم ينكر عليه أن يصوم الدهر، لم ينكر عليه ذلك، فعدم إنكار أن سلم يدل على الجواز، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على أن الأفضل ألا يفعل ذلك، لكن هنا مع الجواز، حديث عمر الأسلمي هو على الجواز، قال أسرد الصوم ولم يقل له أن سلم لا لا تفعل ذلك، صوم يوما وأفطر يوما، لا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وخيره في السفر أن يستدين في الصوم أو ألا يستدين. فهذه أول المسائل تتعلق بهذا الباب، يتفرع عليها حرمة صوم الدهر بما يدخل فيها الأيام المنهي عنها، وإذا صام في الأيام المنهي عنها لا ينعقد الصوم. المسألة الثالثة في هذا الباب العظيم أو هذا الحديث العظيم، عند من يقول بحرمة صيام السبت، عند من يقول بحرمة صيام السبت، يرى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له سلم صوم يوما وافطر يوما، سيصوم الجمعه والسبت، ها يفطر ويصوم الاحد والاثنين يفطر، ويصوم الثلاثاء والاربع يفطر، ويصوم الخميس والجمعه، وياتي على السبت ايش يصوم ويفطر الاحد. فالدور سياتي، سياتي الدور في الصيام على الجمعه افرادا وعلى السبت افرادا، توافقون ولا لا؟ توافقون ام لا؟ صوم إفرادا لما قال له إن سلم صوم يوما أو أفطر يوما، لابد أنه في الدور يأتي الجمعة منفردا ويأتي السبت منفردا. الذين يقولون بحرمة صيام السبت يقولون هذا الحديث العام المطلق مقيد بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت عندما صح الحديث، وإلا فقد أعلوا كثير من المحدثين، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا نفي
فلا يجوز صيام السبت. فكيف نؤلف بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما؟ قال العلماء هذا الإطلاق يحمل على هذا المقيد، كلما جاء الدور على السبت أفطر، سواء كان اليوم صوم أو كان اليوم فطر، إذا جاء يوم السبت أفطر. ويحملون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على الغالب، على الغالب، على الغالب. ويقولون أيضا لو كان هذا هو الأفضل فعندنا الأفضلية في إيش؟ في النوافل، لكن الواجب أن ألا يصوم، الواجب ألا يصوم يوم السبت. هذا الذي قاله الذين يقولون بحرمة صيام يوم السبت. من يقول بأن الكراهة، قال إذن هذه الكراهة تزول مع الأفضلية. ومن يقول بأن الصحيح أن صيام السبت لابد أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، يقول أيضا الترتيب على الغالب، لابد الجمعة والسبت يكون متتاليين في إيش؟ في الصيام، يكون متتاليين في الصوم، يصوم الجمعة ويصوم السبت. خرج بصيام الجمعة والسبت خلف بعض، خرج بالتتابع حرمة إفراد يوم الجمعة بصوم وحرمة إفراد السبت بصوم، ويبقى خرج من النهايات وجمع بين كل الأحاديث وجمع شتات أقوال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذه تظهر جلية في رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يقول له صم ثلاثة أيام من الشهر تكون قد صمت الشهر بأسره، صم يوما وأفطر يومين، ثم قال له صم يوما وأفطر يوما حتى يتقوى على العبادة، يوما يجهده الصوم واليوم الآخر يتقوى على العبادة. هذه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستنبط من ذلك أيضا دقة نظر المفتي، أن المفتي والفتوى غير الحكم، أن المفتي ينظر في المستفتي فينظر ما يصلح للمستفتي، ما ينفع المستفتي فيفتي به. ولذلك بعض علماءنا كانوا يرون أن فعل المحرمات أو المحظورات في الحج لا يكون عليها أي شيء من الكفارات، يرون فعل المحظور في الحج لا دليل على أنه يكون عليه كفارة. يعني من مس طيب مثلا، من ارتدى سروالا، فيقولون أي فعل محظور، العلماء جمهور الفقهاء يقولون فعل كل محظور فعليه كفارة، اللي هي صيام ثلاثة أيام أو ذبح اللي هو الدم أو إطعام ستة مساكين، للأدلة الكثيرة التي جاءت بذلك. العلماء بعض العلماء لا يرى أن الكفارة تصح في مسألة فعل المحظورات في الحج، لما لا دليل عليها. حتى الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وده مستند الفقهاء، فيه كلام، يعني الإسناد إلى ابن عباس لم يسلم، فحتى الكلام الذي جاء عن ابن عباس هو يعتبر قول لابن عباس ولا دليل أصلي عليها. فلذلك العلماء يقولون نحن لا نلزم الناس بشيء إلا بدليل أسطع من شمس النهار، لأن إلزام الناس أو إسقاط واجب على الناس أو تجريم الناس أو تأثيم الناس لابد من دليل واضح جلي حتى تقول ذلك. أنت توقع عن رب العالمين جل في علاه، تقول ربك يقول لك عليك الذبح مثلا، توقع عنه، فلابد من دليل واضح جلي حتى تفعل ذلك. ومع ذلك ومع اعتقادهم بأن هذا الأمر أو الكفارة هذه لم يدل عليها الدليل، تأديبا للناس لا يفتون بذلك. يعني إذا جاء رجل يقول له قد مسست طيب، قال عامدا، يقول له عامدا، فيقول له صم ثلاثة أيام. الجمهور، لكن حتى يخرج من العهد يقول إيه، الجمهور يرون أن تصوم ثلاثة أيام، مفهوم؟ مثل أيضا هذه فقه التعامل مع الآخرين، مثل رجل يأتيك تعرف أنه متلاعب، يذهب لمرأته ويقول أنت أغضبتيني، أنت لو ذهبت لأبيك أنت طالق. هو كأنه سمع من بعض الفقهاء أنه إذا قال أنا نية التحديد فيقولون له إيش، كفارة ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام أو أطعم عشرة مساكين على الترتيب المعروف بكفارة اليمين. فيأتي للرجل المفتي فيستفتي في هذه المسألة. المفتي لابد أن ينظر هل الرجل هذا متلاعب، هل هو دين، حقا الرجل ممكن أصلا يحافظ على بيته ولا ما يحافظ على بيته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في أصحابه، ينظر إلى الأرفق لهم، وينصح كل إنسان بما يفيده. وسيأتيك نبأ ذلك في الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بالوتر قبل أن أنام صيام ثلاثة أيام، وهذه الوصاية قد اختلفت من صاحب لصاحب. دي دلالة على دقة نظر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في رجل ما ينفعه فيقول له. يعني إذا جاءك رجل مثلا فيقول لك أنا أريد أن أنا أذهب أطلب العلم، فأنت تجد فيه سوء أدب في الطلب مثلا، أو تجد فيه كسل في الطلب، أو تجد فيه عدم الذكاء في الطلب، فتقول له أفضل لك أن تزكي، أفضل لك أن تصلي. انظر، رجل جاءك يعني عظيم البدن جيد البنية، فأنت ممكن تقول له أنت لو استعملناك في أن أنت اكتسبت المال مثلا وأنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى، نقول ده أفضل الأعمال لك،
رجل آخر ضعيف نحيف ما يستطيع أن يجلس في مجلس العلم ولا يستطيع أن يعمل، فنقول له يعني حي أبوك أمك معك في البيت؟ إذا قال لك نعم قل له بر أمك، أفضل الأعمال أن تبر الوالد. آخر روحه معلقة بالمساجد، تراه ما يؤذن المؤذن إلا ويجلس يسمع الأذان، فهذا أفضل شيء تقول له أفضل الأعمال لمثلك أن تصلي الصلاة الخمس في جماعة وأن تركز نفسك في المسجد. فهذه من دقة نظر المفتي، ينظر للمستفتي فينظر إلى ما ينفعه فيقول له. إذا كان رجل مثلا يرى أن التورق حلال ويرى بأقوال أهل العلم أن الجمهور قالوا أن التورق حلال، فيأتيه ويعلم أن هذا الرجل متشبع بالربا، فهذا لابد من حسم المادة معه حتى ولو يرى بقول الجمهور يقول له لا ما يجوز، شيخ الإسلام يقول هي حرام مع أنه يتبنى غيره، لكن هو يقول ذلك تأديبا لمن؟ للمستفتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المفتي لابد أن يكون واسع الاطلاع، عنده ذكاء دقة نظر. أنا رأيت ذلك عمليا، الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه فحل من جبل رحمة الله عليه، يعني أنا كنت واقف وهو بجانبي، أنا أردت أن أنا أسأله عن مسألة شوش بعض العلماء عليها في مسألة في كتاب الله جل في علاه، فجاء رجل يتكلم عن التكفير وعن الحاكمية وبتاع، فالشيخ نهره وزجره بشدة، أنا خفت على نفسي والله بشدة وبحدة. وأيضا أنت لو نظرت ومحصت النظر لما فعل ذلك الشيخ صالح بن عثيمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من كتم علما يلجم بالجم من النار، لما فعل ذلك؟ هو يرى حال المستفتي، هذا الرجل يريد أن يأخذ فتوى من الشيخ صالح وإيش يطير بها في الأفاق لمأرب عنده، فلذلك حجزه وما أعطى ذلك. أما بالنسبة للتعليم لما بيجلس مع طلبة العلم كل شيء بيتكلم فيه، هو نفسه يتبنى أن محظورات الحج ليس عليها أي كفارة، وما سئل مرة إلا وقال بالكفارة، وهو يتبنى أنه ليس عليها كفارة، لا يرى دليلا واضحا جليا أن يرتكب محظور من محظورات الإحرام عليه كفارة، لكن هو دقة نظر وسعة اطلاع في من يستفتي فينظر فيه هل تنفعه هذه الفتوى أم لا. هذا أيضا نستقي من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص. الفائدة الثانية، شريعة الإسلام أو شريعتنا شريعة غراء سمحة، لا يكلف المرء فيها إلا بما يطيق، وهذا تصديقا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص استدرك كأنه يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني صمت يوما وأفطرت يومين، ليتني صمت ثلاثة أيام. لأن بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه ما استطاع أن يكون على نفس الحال التي رآها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من صدقهم وإخلاصهم وعمق تقربهم إلى الله جل في علاه كانوا يكرهون أن يخالفوا الحالة التي رآهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة صدق وإخلاص، جاءوا يوم القيامة لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أي تبديل، ما رأيتنا عليه وأنت بيننا لما حدث الموت وغبت عنا كنا بعدك كنا كما كنا معك. فكان يستدرك من أمره ويقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل؟ فكان يفطر أيام ثم يصوم عد لهذه الأيام أيام أخرى، يعني أسبوع على الفطر ثم يأخذ أسبوع كامل أيضا على الصيام حتى يعدل الموازنة يوم ويوم. فالغرض المقصود هذه الشريعة الغراء فيها الرفق والسماحة واليسر على عباد الله جل في علاه. الثالث، شريعة من قبلنا شريعة لنا، شريعة من قبلنا شريعة لنا. هذه المسألة تستنبط من كلام سلم قال أفضل الصيام صيام أخي داود، وصيام داود ليس من شريعتنا، فشريعة من قبلنا شريعة لنا. وهذه المسألة أصولية معروفة قد فصلنا فيها القول، لكن نشير إليها إشارات. نقول شريعة من قبلنا لها أحوال ثلاثة. أولا، شريعة من قبلنا جاء الشرع بها، جاء شرعنا بها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، شريعة من قبلنا جاء الشرع برفضها ونسخها، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، شريعة من قبلنا لم يأتي الشرع بالكلام فيها، يعني مسكوت عنها. أما الشريعة من قبلنا التي جاء الشرع بإقرارها فهذه من شريعتنا بالإجماع، وهذه مثل هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص. الثاني، شريعة من قبلنا وجاء الشرع بنسخها فهذه ليست شريعة لنا، مثل كثير اليهود كان ثوب إذا صاب الثوب نجاسة كيف يطهرون الثوب؟ بالمقاريب بالقص. أما هنا جاءتنا الشريعة الغراء تقول طهارة الثوب بالماء بالغسل لا بالقص، فهذه نسخت شريعة من قبلنا. أيضا سليمان عليه السلام كان في شريعته إيش؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، جاء شرعنا بمسخ هذا أو بنسخ هذا، فهذه ليست من شريعته.
أما الشريعة المسكوت عنها فهي شريعة من شريعتنا أم لا؟ الصحيح الراجح أنها شرع لا. أي شرع كان لقبلنا ولم يأتي شرعنا بنسخه فهذا شرع لنا، والدلالة على ذلك عموم قول الله تعالى فبهداهم اهتدي، فهو أمر بالاقتداء إلا إذا دل الدليل لا اقتداء في هذا الأمر، إلا إذا دل الدليل لا اقتداء في هذا الأمر. الفائدة الأخيرة من هذا الحديث أكمل الصيام هو الصيام داود، أكمل الصيام هو صيام داود، آخر حد للفضل في الصيام هو صيام داود، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أوصاني خليلي بصيام 3 أيام وأصلي ركعتي الضحى وأيضا بألا أنام قبل أن أوتر. هذا الحديث عظيم جدا، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد أمته وربهم على عيني على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما تعهدهم بالتربية وأخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم واعتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه قدوة ملكوا الدنيا بأسرها ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، بل عبدوا عباد الله لله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك فيهم قولا وفعلا. أما قولا فقد قال عموما كما في صحيح مسلم عن حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. وأيضا حديث مسلم جرير بن عبد الله البجلي أنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فنسلنا ابتدأ بنفسه فنصع أزواجه عندما دخل على جويرية وهي صائمة فنصحها أن تصوم غدا يوم السبت أو تفطر، وأيضا نصح أن نسلم أصحابه في كل شيء في كل دقيق وجليل وفي كل صغير وكبير. هنا النصيحة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، اختصه بهذه النصيحة مع أنه نصح غيره بنصائح أقوى من ذلك وأمره بأشياء في العبادات أعظم من ذلك، لكن كما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمحص النظر في من يستقبل هذه العبادات، إن استطاع يعطيه زيادة، إن لم يستطع يوقفه عند حد. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بألا ينام قبل أن يوتر، لأنه ممكن ما يستطيع أن يقوم من الليل، وأبو هريرة كان حاذقا جدا لأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحفظ، فبسط أبو هريرة ثوبه ودعا له بالحفظ، فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بالملازمة والجوع الذي أصابه ما كان يستطيع أن يقوم من الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر، وهذه دلالة على تأكد استحباب الوتر، أن يوتر قبل أن ينام. حتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر على أن يوتر قبل أن ينام، وأقر عمر على أن يوتر في آخر الليل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل أوقات الوتر هي آخر الليل، فلما يوصي أبا هريرة بما ليس بهو أفضل؟ هو أوصاه بما هو فاضل لكن ما أوصاه بما ليس هو أفضل. لما؟ لأنه رأى أن أبا هريرة ما يستطيع القيام، فقال له إن ضاع عليك الأفضل فلا يضيع الفضل، فلا تنام حتى توتر أول الليل. وأيضا أوصى بوصايا أخرى بأبي هو وأمي أن يصوم من الشهر 3 أيام، وهذا الذي سنبحثه الآن. المسائل التي تختص بهذا الحديث استحباب صيام 3 أيام من الشهر، استحباب صيام 3 أيام من الشهر. الوجوب أم الاستحباب؟ يجب لكل امرئ ألا يخلو الشهر من صيام يوم. صحيح هذا الكلام؟ ليس بصحيح؟ ها. الصوم الصوم على الوجوب أم على الاستحباب؟ على الاستحباب ليس على الوجوب. ما الدليل؟ وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو كتب علينا الصيام الله جل في علاه في رمضان فقط ولا وجوب في أي شيء بعد ذلك. وين الحديث الذي يثبت هذا؟ محمد صح العربية الذي كان سائر الرأس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره أكمل. أنا أريد الشاهد، وين؟ أخبرني عن الإسلام، هل علي شيء غير الإسلام؟ لا ما عليك شيء غير الإسلام. طب جزاك الله خير، ما وجدنا أي شيء ولا دلالة في أي شيء. ها أيوة نعم. قال أو أن تصوم رمضان؟ قال هل علي غير؟ قال لا إلا أن تطوع، فهذه فيها دلالة أنه لا وجوب لأي صيام إلا صيام شهر رمضان. إذن استحباب المسألة الأولى استحباب صيام 3 أيام من الشهر، وهذه لها أحوال. أن تصوم 3 أيام من أول الشهر أو تصوم 3 أيام من آخر الشهر، وأفضل وأكمل من ذلك أن تصوم 3 أيام من أواسط الشهر. الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم النصيحة لعبد الله بن عمرو العاص قال صوم 3 أيام، اليوم 10 أيام، الحسنة 10 أمثالها، وأطلق والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صمت من سرر الشهر، اختلف العلماء في سرر الشهر، وسط الشهر، أول الشهر، آخر الشهر،
وأيضا في أحاديث أخرى عن عائشة وغير عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخلو الشهر من صيام ثلاثة أيام، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع والتتايع. ممكن يصوم يوم الاثنين في هذا الأسبوع، والأسبوع اللي بعده يصوم الخميس، الأسبوع اللي بعده يصوم الاثنين، يكون قد أتم صيام ثلاثة أيام من الشهر، يعني لا يشترط فيه التتابع ولا التتايع. يبقى إذن أولا صيام ثلاثة أيام مستحبة، وهي على مراحل، الأولى ثلاثة أيام من أول الشهر أو ثلاثة أيام من آخر الشهر متتابعة وغير متتابعة، وأفضل من ذلك أن يصوم ثلاثة أيام من أواسط الشهر، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما صرح في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام البيض، ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. إذا فات رجل صوم يوم من هذه الأيام له أن يعوضه بيوم آخر، إذ المقصود من الشهر أن تصوم ثلاثة أيام، لكن آكد وأفضل وأكمل أن تصوم ثلاثة أيام هي الأيام البيض. والفوائد إن شاء الله نرجئها للحديث الذي بعده. اقرأ الحديث الذي بعده. رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلا أو بعدا. يوم الجمعة يوم عيد عند الناس، هذا عيد الأسبوع، عندنا يوم الفطر ويوم الأضحى عيدان، وهذا عيد السنة، هذان يومان عيد السنة، وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع. قد بين السلام أنه عيد، وقال خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، فأكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو يوم عيدنا، وقد حسد اليهود أهل الإسلام على هذا اليوم العظيم الجليل وهو يوم الجمعة. احتفالا بهذا اليوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد هذا اليوم بالصيام، نهى النبي صلى الله عن إفراد هذا اليوم بالصيام. وقد ورد بعض الأثار وإن كان فيها كلام أنه قال هو يوم أكل وشرب، يوم أكل وشرب بعد ذكر الله، يعني بعد الصلاة يوم أكل وشرب. وأيضا هذا اليوم مليء بالخيرات، فيه كما قلت الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا قراءة سورة الكهف وتكون نورا له إلى الجمعة التي بعدها، وفيه المغفرة الجمعة للجمعة، كفارات إذا اجتنبت الكبائر. على ما تضحك؟ طالب العلم الذي يضحك وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضيع. أنت والحبر ما يصح، أنتم الآن في مكان طلب العلم يطلع عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت سمعت شيخ الطحان الله يرحمه ويحفظه ويرفع ذكره ويعيده إلى ساحة العلم، الرجل كان جلس يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بعض الإخوة يضحك، أقسم بالله لو كان بيده سيفا لقتله، ما قتله قتله يعني ضربه تعزيرا، حتى قال كيف تجلسون هذا المجلس وأنتم تعلمون أن الملائكة تحفكم وأن الله يذكركم وأنتم تذكرون في أهل السماء، ثم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فلا ينشغل قلبك ولسانك بقولك صلى الله عليه وسلم وتضحك. هذه مصيبة هذه. وعبد الرحمن بن مهدي جلس في مجلس الذكر فوجد طالبا يضحك يبتسم فقط، يبتسم لأن عبد الرحمن المهدي أعطاه من الحديث ففازوا بالحديث فيبتسم فرحا، قال تبتسم وأنا أقول قال رسول الله لا حدثتكم شهرا. ما يصح هذا، ما يصح. الإخوة تعرف أنها لابد أن تلتزم بأداب طالب العلم، لأن هذه مهمة جدا، الجلسات هذه لا تثمر بالعلم وحده، والله لا تثمر بالعلم وحده. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الفضل بين الفضيلة بأمرين اثنين جليلين عظيمين، الخلق والدين، قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، والمرأة التي أشد فراسة قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة في الدين وأمانة في الخلق. فلابد نحن ننتبه لمثل هذه المسائل ونجلس في مجلس العلم، لأن مجلس العلم له احترامه ووقار، إن ضاع ضاعت هيبة العلم، والعلم هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، إرث النبي، إما أن تكون أهلا أن ترث النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا تكون أهلا أن ترث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود
يوم الجمعة يوم فيه خير عميم عظيم جليل، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيه. من عظمة هذا اليوم كما قلت الإكثار من الصلاة والسلام قراءة سورة الكهف في ساعة لا يرد فيها سائل، إذا رفع يديه متذللا متمسكنا لله جل في علاه أجاب الله سؤله أو أتاه بسؤله. المسائل التي تتعلق بهذا الباب: صوم يوم الجمعة ما حكمه؟ إفراد أو قل إفراد صيام يوم الجمعة ما حكمه؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فهو قول جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة، قالوا بالكراهة، وأنا أقصد بالكراهة كراهة التنزيه، قالوا بالكراهة، قالوا من أفرد صيام يوم الجمعة صح صومه وقد فعل مكروها. ومن الذي يكره؟ الله جل في علاه الذي يكره. أما الدلالة على ذلك لهم أدلة في ذلك، قالوا الدليل أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن السلام قال صم يوما وأفطر يوما، وهذا سيأتي عليه يوم الجمعة يفرده بالصيام. الثاني أن السلام قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أو لا يفرد يوم الجمعة بالصيام، وقال بعدها في حديث آخر في رواية أخرى قال إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم. وهذا الدليل فيه كلام فيه نظر. أما أقوى الأدلة لهم التي يمكن أن يستدل لهم في هذا القول حديث صم يوما قبله أو يوما بعد، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يمكن الصيام، يمكن صيام يوم الجمعة إذا صام قبله أو صام بعده، وهذه دلالة على عدم التحريم. إذن قالوا بالكراهة، هذه جماهير الشافعية والحنابلة. القول الثاني الأحناف والمالكية، قالوا بجواز إفراد صيام يوم الجمعة، قالوا بجواز إفراد صيام يوم الجمعة، يعني من صام يوم الجمعة لا شيء عليه، لا كراهة في ذلك، له الأجر. واستدلوا على ذلك بأدلة من النظر ومن الأثر. أما من الأثر فاستدلوا بحديث في السنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان سلم يأمر بالصيام ثلاثة أيام وكان لا يفطر في الجمعة، قال لما يفطر في الجمعة، قال لما يفطر في الجمعة، هذه فيها دلالة على أنه كان كثيرا ما يصوم يوم الجمعة، قالوا قلما كان يفطر يوم الجمعة، وهذه فيها دلالة واضحة أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام يوم الجمعة. هذا من الأثر. أما من النظر فالقياس، قالوا إذا أباح الله صومه مع غيره فيصح الصوم منفرد، يعني إذا صح الصوم مع غيره من الأيام صح صيامه منفرد، فألحقوا الإفراد بإيش؟ بالازدواج. هذا قياس، قالوا عند الازدواج والتتابع حدث الجواز، فعند الإفراد أيضا يكون الجواز. هذا دليلهم من النظر. القول الثالث هو قول الظاهرية، قول الحزم، قول الظاهرية وقول بعض الشافعية، قول الظاهرية وقول بعض الشافعية، وهو ترجيح ابن المنذر من الشافعية، إذا صح أن ينسب للشافعية، وهو ترجيح ابن المنذر أنه يحرم صيام يوم الجمعة. وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله في الصحيح أنه سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، وفي رواية قال نعم ورب البيت، أو قال نعم ورب الكعبة، قال نعم ورب الكعبة، أو قال نعم ورب البيت. هذه فيها دلالة على الإطلاق أن صيام يوم الجمعة حرام على الإطلاق. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب الكعبة، يؤكد. وطبعا هنا وجه الدلالة من هذا الحديث أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الكراهة، فخطأ الحمد لله مستيقظين. إذن الأصل في النهي التحريم، أنهى نعم نهى يعني حرم، نهى يعني حرم، فإذن الأصل في التحريم، الأصل في نهي التحريم، فيحرم صيام يوم الجمعة. أيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، وهذا فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بحرمة الصوم، قال لا يصومن أحدكم، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. الدليل الثالث لهم حديث جويرية في الصحيح، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. لو سمحتم ما وجه الدلالة من هذا الحديث لهم. القول الثالث بعض الشافعية من المحققين في الشافعية وأيضا الظاهرية، وهو ترجيح ابن المنذر يحرم صيام يوم الجمعة. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل عندنا حديث جويرية، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها صائمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صمت أمس؟ صائمة يوم الجمعة. صمت أمس؟ قالت لا. فقال لها تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطرش. وإن وجه الدلالة من هذا الحديث لهم في أن يوم الجمعة حرام صيامه، طبعا لأنها لم تتصحر، والأمر صح لم تتصحر ولا تصحرت،
ولا الحديث أغفل ذكر ذلك؟ أغفل ذكر ذلك. أستاذ محمد أول، وين محمد الخامس؟ كنت أراه، أنا أشوف محمد أول ثم أنتقل للخامس. وما بينكما تدعون له، ها. وين وجه الدلالة الحديث؟ قال صمت أمس، قالت لا، قالت تصومين غدا، قالت لا، قال إذا فأفطري. صح صح، هي يحرم لأنها اختصت يوم الجمعة، لكن وجه الدلالة من الحديث من هذه الرواية محمد الخامس. انتقلنا من محمد الأول وقد أبدع وأحسن، وننظر إلى محمد الخامس. نهاها عن إيش؟ أي هذا هو، اطلع اطلع اطلع، هذا ايش اريد؟ اريد ارى وجهك، اطلع يا اخي يا محمد الخامس، اصعد شوف ايش تقول وجه الدلاله. احسنت، ده وجه الشاهد انه امرها بالفطر، ما وجه الدلاله؟ بس نكفيك هذه المقوله، احسن الله عليك. انتما من خيره الناس يا اهل النيجر واهل توجو، والله انتم فوارس، نسال الله جل وعلا ان ينصر الاسلام بكم. لكن وجه الدلاله بقى الان، هذا وجه الشاهد ليس. أحسن، لأن أمر سلم قال لا فأفطري فواجب، إذا أمرها بشيء فقد نهاها عن ضد، كما قال بعض أهل الأصول الأمر بشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، وهذا فيه تفصيل أصول، لكن الغرض المقصود لما أمرها هذا الأصل في الأمر الوجوب، يعني يحرم عليك أن تخالفي أمري، أفطري الآن. لما؟ لأن صيامك في هذا اليوم لا يعتد به، محرم لا يجوز. صراحة الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأخير، هم أسعد الناس بالدليل، وأن من أفرض يوم الجمعة بصيام فقد أساء ولم يحسن وقد وقع في المحرم ولم يعتد بصوم، أو يعتد بصوم ده مسألة أخرى، مسألة أخرى أنه يعتد بالصوم أو لا اتركها مسألة أخرى، لكن الصحيح أنه يحرم صيام يوم الجمعة، وأسعد الناس بالدليل هو أصحاب القول الثالث. الرد على المالكية والأحناف، لأن ده أضعف الأقوال، نقول أما حديث ابن مسعود فقد ضعفه كثير من المحدثين، فيه راوي ضعيف، لكن حسنه الشيخ الألباني بشواهده، فلو قلنا بالتحسين نقول نعم الحديث صحيح، تنزلا معكم الحديث صحيح، فالإجابة عليه من وجه آخر ألا وهو أحسنت، ليس فيه دلالة أن سلم أفرض صيام يوم الجمعة، قال لما يفطر يوم الجمعة؟ نعم قال لما، لأنه كان يصوم الخميس ويصوم بعده الجمعة، أو يصوم الجمعة ويصوم بعده السبت، وجاء في حديث مسلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام أكثر ما كان يصوم السبت والحد والاثنين، فكان يصوم السبت يبقى يصوم الجمعة ومعه السبت، لأن هذا الحديث لا يسلم لكم، ليس على الإطلاق أنه كان يفرض الصيام في يوم الجمعة، فيبقى إذن الرد عليه من وجهين، الوجه الأول ضعيف، قالوا لا حسنه الألباني، ونأخذ بعلامة الشام وبتحسينه، قلنا نعم يبقى الحديث صحيح. وأول هو ما قال أن سلم كان يصوم يوم الجمعة منفردا، لا ما قال ذلك، فإذا هذا الحديث يحتمل، يحتمل أنه كان يصوم الخميس ثم يصوم الجمعة، أو يصوم الجمعة ثم يصوم السبت، فأقوى الأقوال التي تقال في ذلك هذا الحديث لم يسلم من احتمال، والقاعدة عند العلماء إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. أما من النظر قالوا أباح صومه مع غيره، فلأن يباح صومه وحده على الجواز، قلنا هذا القياس قياس إيش؟ قياس فاسد. ليش قياس فاسد؟ لأنه قد صادم نصا، صادم نصا صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، فهذا القياس مقابل النص لا يمكن أن يقبل، لأنه قياس فاسد لاعتبار قال فنصا، ولا اجتهاد مع النص، ولا عبرة بقول أحد إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرد على الشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنه على الكراهة، وقالوا يمكن في صيام يوم السبت، قلنا عام مخصوص، قالوا طيب إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا أن يكون صوم يوم أحدكم، نقول نعم هو على التحريم إلا هذه الحالة واحدة، أن يكون هذا صوم يوم أحدكم، أن يكون صوم يوم أحدكم. فالصحيح الراجح في ذلك أن الدلالة ظاهرة على تحريم إفراد يوم الجمعة في الصوم، ومن أراد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا هو الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أيضا فضيلة يوم الجمعة، ثم نستنبط عليها، وإذا ثبتت فضيلة يوم الجمعة فلا تستلزم تخصيصه بالعبادة، إذا ثبتت فضيلة الشهر أو اليوم لا تستلزم تخصيصه بالعبادة، والدلالة على ذلك أن يوم الجمعة فضيل، قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فضله بأنه يوم عظيم، وهو يوم عيد، وفيه خلق آدم، وفيه أيضا تقوم الساعة، بيّن فضله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الفضيلة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصه بإيش؟ بصيام، ونهى عن تخصيص ليلته بقيام. من هذا أو من هذا التقعيد النبوي ننطلق إلى تبديع من إيش؟ من يحيي ليلة النصف من شعبان،
الذي يقول ليلة نصف شعبان لابد من قيام هذه الليلة وذكر الله فيها وتفريق الأنوار أو نقول الأطعمة والأشربة وحسن الذكر أو كثرة الذكر في هذه الليلة. قلنا لما تفعلون ذلك؟ قالوا قد ثبتت فضيلته. قلنا كيف ثبتت هذه الفضيلة؟ قالوا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلتها وبين أن ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى سماء الدنيا فيطلع على عباده فيغفر لكل عباده إلا المشاحن أو الكافر، إلا المشاحن أو الكافر. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، يطلع الله على العباد ويغفر لهم. قلنا القاعدة ثبوت الفضيلة لا تستلزم التخصيص بعبادة، ثبوت الفضيلة لا تستلزم التخصيص بعبادة. قالوا كيف ذلك؟ قلنا يوم الجمعة ثبتت فضيلته ومع ذلك لم تستلزم هذه الفضيلة التخصيص بعبادة، بل جاء النهي مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وعن تخصيص يوم الجمعة بصيام. الفائدة الثانية الحكمة من صيام يوم الجمعة. صراحة الحكمة من صيام يوم الجمعة اختلف فيها العلماء اختلافات شديدة جدا، لكن الصحيح الراجح من هذا أن يوم الجمعة يوم أكل وشرب وفيه التوسعة على الأولاد، ويوم ذكر أيضا فيه التقوي على الدعاء، لأن الرسول قال فيه ساعة لا يرد فيها سائل، من أصابها بحق وسأل الله من خيري الدنيا والآخرة لا يرد بحال من الأحوال. واختلف العلماء في هذه الساعة عليا ساعة ما أن يقوم الإمام ولا الساعة قبل المغرب، على خلاف هين بين العلماء ومن جمع بين القولين وقال هي دوارة تدور في جمعة تكون عند صعود الإمام وفي جمعة تكون قبيل المغرب، فهذا وجه حسن ولطيف من الجمع. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية فوجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قالت صمين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. الفائدة التي ممكن تستنبط من لازم هذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو قل تعهد الرجل لأهل بيته، يتعهد الرجل أهل بيته في طاعتهم في غيرها، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يأمر نساءه بالخير وبالصدقة وبالنفقة، وأيضا يأمر نساءه بالستر والعفاف، وهو يقول رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ويل للعرب من شر قد أيقظوا صواحب الحجرات، فكان آمرا نهيا لأزواره وأهل بيته. أيضا ابن مسعود وأبو بكر وعمر كلهم ائتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يدخل ابن مسعود لما علم أنها أخذت يهودية ترقيها فقال شرك في بيت ابن أم عبد، ثم بيّن لها أن الشيطان أو الجن يأتي يفعل ذلك حتى تعتقدين في هذه المرأة التي تأتي بالطلاسم. الغرض المقصود كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن وجد في البيت امرأة لا تصلي، لا تحافظ على الصلاة، امرأة لا تزكي، امرأة لا ترضي الله إلا في علاه في دينها، فإن المسؤول الأول عنها أمام الله هو الزوج. الزوج إن لم يتعهد زوجه بالطاعة، لم يتعهد زوجه ويعلم كيف تطيع الله إلا في علاه، ولو على الفرائض فقط، لأن المرأة ليس عليها إلا الفريضة، وفضيلة المرأة أن تطيع زوجها. حسن تبعل المرأة لزوجها هي أفضل الطاعات التي يمكن أن تقدمها عند ربها لله في علاه، لكن هو لابد أن يراعي الفروض، يراها تصوم، يراها تصلي الفرائض، يراها تعتني بنفسها وأولادها على الدين، هذا المسؤول عنه المرء، وليس مسؤولا عن مسألة النوافل وكثرتها، لكن هو مسؤول عن هذه الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجدها صائمة سألها يتعهدها ويبين لها لا ارتكبت محرما، فالصحيح حتى تكون قد أصبت السنة صوم يوما قبله صوم يوما بعده. الفائدة الأخيرة من هذه الأحاديث الخلة جائزة من الصحابة للنبي ولا عكس، الخلة جائزة من الصحابة للنبي ولا عكس. من وين استنبط هذه الفائدة؟ أوصاني خليلي، وهو يقول كأن أبا هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، بل كل الصحابة قد اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة هو تخلل، أن تتخلل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مسالك الروح والقلب، يمتلئ القلب بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس مشهور جدا عندما قال ما كان لنا أن نقترن بأبي بكر ولا عمر، أو قال بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نزل حديث أو أوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المرء مع من أحب. قال ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر فأنا أكون معه، بقول سلم المرء مع من أحب. هنا يقول أبو هريرة أوصاني خليل، فإذا تخللت محبة النبي مسالك روح الإنسان هذه العبادة بأكملها وبأسرها والتقرب بها لله جل في علاه من أعظم ما يكون. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا خل بحال من الأحوال، لأن محبة الله التي تخللت قلبه، لكن هي أخوة الدين، الأخوة في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا
من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. وهذا آخر ما يقال في هذه الأحاديث. يبقى لنا الأسبوع القادم ثم الأسبوع الذي بعده بإذن الله ننتهي من كتاب الصيام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.